استاذ ايمن، على ذكر الكوره واتحاد الكوره، النهارده ودعت اسره كره القدم المصريه واحد من قياديها وفرسانها وحكامها ومعلقيها. يمكن كتله نشاط رياضي كبيره تمثلت في العميد ابراهيم الجوين عليه رحمه الله. الله يرحمه رحمه واسعه. يعني فعلا يمكن من الاسباب اللي بتخلينا يعني نكون حريصين ان احنا نتكلم في برنامج يعني جماهيري كبير زي كده ومن شاشة قناة النادي الأهلي، على مبادئ النادي الأهلي انه دايما بيحترم كل الرموز الرياضية في الوسط الرياضي المصري بصرف النظر عن انتماءاتهم. ويمكن ده تجلى في تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي في يعني جنازة الله يرحمه أخونا العزيز الطيب الخلوق الكابتن عبد الرحيم محمد. والنهاردة بنودع قيمة كبيرة واسم كبير وتاريخ كبير، العميد بحري إبراهيم شحاتة الجويني، زي ما كان دايما بيحب انه يتقال اسمه بالكامل، اسمه ثلاثي، افتخارا بوالده ناظر مدرسة دمنهور الثانوية الأستاذ شحاتة الجويني. كابتن إبراهيم الجويني قيمة كبيرة، كان لاعبا في النادي الأولمبي، لاعبا في منتخب مصر العسكري، لاعبا في منتخب الجامعات، رجل تخرج من كلية التجارة، انضم إلى الكلية الحربية وتخرج ك يعني ضابط بحري، كان سكرتير عام اتحاد الرياضي للبحري، صنع مع النادي الأولمبي إنجازات كبيرة جدا، قدم للرياضة المصرية العديد من أبطال الأولمبيين، كان يعني عمل في النادي الأولمبي كمدير للنشاط وعضو مجلس إدارة مع الفريق سليمان عزت قائد القوات البحرية وصانع نهضة الأولمبي اللي خد يمكن الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه. ويمكن النادي الأولمبي احنا عارفين كلنا والسادة المشاهدين الكرام عارفين انه خرج لمصر العديد من الأبطال الأولمبيين أصحاب الميداليات. كابتن إبراهيم الجويني تولى رئاسة اتحاد الكورة في شهر يوليو على ما أعتقد 88 بعد حل الاتحاد اللي كان بيرأسه الدكتور حسن عبدون بسبب مشكلة مباراة الأهلي والمحلة الشهيرة، وهو اللي اختار الكابتن محمود الجوهري عشان يقود منتخب مصر ويوصل بيه لكأس العالم. كابتن إبراهيم الجويني حكم دولي من الدرجة الأولى. كابتن إبراهيم الجويني رحمة الله عليه معلق شهير كان يتمسك ويتميز باللغة العربية، وما انساش يعني طبعا رحمة الله عليه الأستاذ فاروق شوشة لما كان كاتب مقالة عليه في الأهرام وقال أن هذا الرجل يتمسك بكل تلابيب اللغة العربية، حتى لما كان يقول مباراة يملأها الحماس والمتعة، لأن المتعة الحسية غير المتعة غير المتعة يعني المتعة المعنوية، المتعة المعنوية غير المتعة الحسية. طبعا أنا بعزي كل أهل اسكندرية. كابتن إبراهيم الجويني كان مستشار لمحافظ الأسكندرية لشؤون الرياضة وقيمة كبيرة، كان مدير بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين اللي أقيمت في مصر سنة 97، عمل محاضرا دوليا، كان له إسهامات كبيرة وكثيرة جدا الحقيقة في الحياة الرياضية. بعزي أسرته، بعزي الدكتور علاء الجويني ابن الدكتور فؤاد الجويني أخوه العزيز، وأخونا العزيز طارق الجويني، ومحمود ابنه المهندس محمود، ومحمد ابنه، لانه انا الحقيقه مرتبط بالعيله وعارفهم وكنت بزوره في اسكندريه لحد فتره قريبه، وكان بيفخر انه واخد ميداليه الشرف من الفيفا تقديرا ليه. كان طبعا الفيفا كرمه كواحد من الرموز الرياضيه بترشيح من الاتحاد المصري لما كان بيتولى رئاسته الكابتن عصام عبد المنعم الحقيقه. ففعلا مصر فقدت اليوم قيمه كبيره جدا جدا في تاريخ كره القدم المصريه. لو حبينا نتكلم عليه هنتكلم عليه كتير، لكن الكابتن ابراهيم الجويني اسم كبير، علق هو والكابتن محمود بكر على اكثر من 27 او 28 مباراه للاهلي والزمالك، وكان ده بقرار اعتقد من الدكتور عبد القادر حاتم، لانه كان يعني طبعا القيمه الكبيره في التعليق. كابتن محمد لطيف مره في احدى المباريات قال حاجه كده،
فالفريق عبد المحسن كامل مرتجي رحمة الله عليه توجه يعني وقال أنه جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش هذا الكلام، فكان قرار بأنه يتبادل التعليق على مباريات القمة الكابتن إبراهيم الجويني وكابتن محمود بكر رحمة الله عليهما، وربنا سبحانه وتعالى يجعل مثواهم الجنة وكل يعني من فقدناهم، وطبعا الكابتن عبد الرحيم محمد القيمة الكبيرة والإنسان المحترم.